الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، اللهم صل على شيخنا ووالديه والحاضرين والمسلمين. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده، وما زلنا مع مسند علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا وكيع، حدثنا الأعمش عن مسلم البطين عن علي بن الحسين عن مروان بن الحكم أنه قال: كنا نسير مع عثمان رضي الله عنه فإذا رجل يلبي بهما جميعا، فقال عثمان: من هذا؟ فقالوا: علي. فقال: ألم تعلم أني قد نهيت عن هذا؟ عجيب. قال: بلى، ولكن لم أكن لأدعى قول رسول الله لقولك صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله. ثم قال رحمه الله: حدثنا وكيع، قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن حجية أنهم قال: نعم، سأل رجل علي عن البقرة رضي الله عنه فقال: عن سمعة؟ فقال: مكسوة القرن. فقال: لا يضرك. قال: العرجاء. قال: إذا بلغت المنسك فاذبح. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن. ثم قال رحمه الله: حدثنا وكيع، قال حدثنا جرير بن حازم وأبو عمرو بن العلاء عن ابن سيرين أنهما سمعاه عن عبيدة عن علي رضي الله عنه وعنهم جميعا عن علي أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج قوم فيهم رجل مودن اليد، أو قال مسدون اليد، أو قال مخدج اليد، قال: ولولا أن تبطروا لأنبأتكم بما وعد الله الذين يقتلونهم على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. قال عبيدة: قلت لعلي رضي الله عنه: أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إي ورب الكعبة، إي ورب الكعبة، إي ورب الكعبة. ثلاثة دول صح كده؟ جزاكم الله خير. نعم سيد. طيب، هنا في هذا الحديث الأول، وهو حديث ما حدث بين علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان، الإسناد فيه صحيح على شرط البخاري، رجال وثقات رجال شيخين غير مروان بن الحكم فأمر رجال البخاري، والأعمش سليمان بن هران ومسلم البطين هو مسلم بن عمران البطين، علي بن حسين هو ابن علي بن أبي طالب الهاشمي زين العابدين. هذا الحديث فيه بيان أن السمع والطاعة لولاة الأمور ليست على الإطلاق، إنما الطاعة في المعروف، وأنه يسمع ويطاع لهم في غير معصية الله جل في علاه، أو في غير مخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه كان قد منع من العمرة مع أشهر الحج، أو منع من التمتع كما فعل أبو بكر وفعل عمر بن الخطاب، وكلاهما يجتهد من أجل ألا يكون لا يظل البيت شاغرا في هذا الباب، ولذلك قال عثمان نهى عن ذلك، فعلم علي بن أبي طالب بفعل عثمان بن عفان فقال: لبيك اللهم بعمر متمتعا بأهل الحج. قال له: تفعل ذلك وتلبي بهما وتعلم أنني نهيت عن ذلك؟ قال: ما كنت أترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم لقول أحد كيما كان أو لقولك. فقال له عثمان بن عفان: إني اتسيت بغيري على بكر عمر. فقال له: إن النبي أمر بالمتعة. ثم قام علي أمام الجميع وقال: لبيك اللهم بعمرة متمتعا بها لحجة. نصرة السنة، السنة ألزم، السنة أتبع، السنة ألزم، السنة أتبع. لذلك سكت عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه عن علي، وكانت من علي تأسيسا وتأصيلا إلى أنه من خالف السنة كائنا من كان فلا 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 يؤخذ بقوله. وما الحديث الثاني، فالحديث إسناده حسن، وقد تقدم في الكلام على الإسناد، وقد قال أن رجل سأل عليا عن البقرة فقال: عن سبعة. عن البقرة عن سبعة، والبدن عن سبعة كما في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه. قال: البقرة عن سبعة. فقال: مكسورة القرن. قال: لا يضرك، يعني كسر القرن لا يؤثر فيها طعاما أو لحما، والمقصود في الأضحية أن تكون فيها ما فيها من اللحم، وأن تكون طيبة، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه. فقال: مكسورة القرن. فقال: يضرك. قال: العرجاء. قال: إذا بلغت المنسك فاذبح. إذا بلغت المنسك فاذبح. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن، وهذه أيضا فيها دلالة على أنه لا تجوز المعيبة بالعور، العوراء لا تجوز، وأيضا مجدوعة الأنف لا تجوز، ولأن العوراء أيضا لا يستقيم لها الطعام ولا ترى وتضعف بذلك، وأيضا مجدوعة
الأذن فإنها تكون معيبة، لكن مكسورة القرن لا يؤثر، مكسورة القرن لا يؤثر في كونها أضحية. وعن الحديث الثالث عن علي بن أبي طالب قال: يخرج قوم فيهم رجل مودا اليد أو مسدون اليد، وهذه نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فتمت نبوءة سوء يقتلها أولى الطائفتين بالحق، وذكر فيهم علامة مسدون اليد أو مخدج اليدين اليد، ولولا أن تبطروا لأنبأتكم بما وعد الله الذين يقاتلونهم على سبيل النبي صلى الله عليه وسلم. قال عبيد السلماني: قلت عليه أنت سمعته من رسول الله؟ قال إي ورب الكعبة. كرر هنا لبيان التأكيد على أنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم بأن أولى الطائفتين بالحق هم الذين يقاتلونهم، ولهم له من الأجر في ذلك، وعلمتهم الرجل المسدون، هذا الرجل الذي في يده كثدي المرأة، فقتلوه واستخرجوه، فنظر إليه علي بن أبي طالب فنزل خر ساجدا لله شاكرا على فضله. وهذه أيضا فيها دلالة على أن علي بن أبي طالب كان الحق معه، وهذا الذي جعل عائشة بكت وقالت ما بيني وبين علي إلا ما بين الأحماء بعضهم بعض، والحق معه. وابن عمر قال لتني قاتلت مع علي بن أبي طالب، فالحق معه. نعم. والتأكيد هنا القسم، تكرار القسم للتأكيد على ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه علامة من علامات النبوة. الفوائد المستنبطة: السنة ألزم والسنة أتبع، وفيها لا طاعة المخلوق في معصية الخالق، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، فلا بد أن يكون النفقة من أفضل أموال الإنسان. الإخبار بالغيوب من علامة من علامات النبوة. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.